لكن كالعادة لابد من حفظ الحقوق في كل من غرس، لأنه زي ما قلنا هذا الإنجاز الكبير والإنجاز المتكرر، لأنه كون أن منتخب الشباب يصل إلى الدور قبل النهائي لبطولة العالم ثم يفوز منتخب الناشئين ببطولة العالم، فالمؤكد أن هذه الشجرة وفروعها خلفها جهود كبيرة. مهندس عدلي أشار إلى أنه أحد أصحاب هذه الجهود الطويلة لفترات سابقة دكتور خالد حمودة. مساء الخير يا دكتور. تحياتي وتحيات المهندس عدلي، والحقيقة الراجل لسه بيعدد الدور الكبير اللي بذل في السنوات السابقة. بس الأول قبل ما استقبله وحييه لازم أكمل لماذا الدكتور خالد حمودة. أيوه. الدكتور خالد حمودة كان مسؤولا في المطبخ الفني وهو من اسمه الدكتور خالد حمودة. صحيح. لاعب سابق، أحد مخططي المطبخ الفني في نهضة وتطوير كرة اليد، ثم رئيسا للاتحاد المصري ليكون يعني ضحية 8 سنوات. وبعد كده بعد كده يا دكتور انت فين؟ الحقيقه انا بشكر حضرتك للتقديم المضمون، واذا كان في اي نجاح فاحنا النجاح سببه انتماء الاسس كره اليد اللي طول عمرها عايشه وتسلسل وتسليم سلطات تواصل اجيال، مفيش جدال. الحقيقه احنا عرفنا كده عن اساتذتنا، ومن ايام ما ابتدت كره اليد واول ما حصل مشاكل في 75 مع رجاله الاتحاد سورة فتاح الناس كلها الحقيقه يعني. والنبي تذكرني كده، لان انا ما تذكرني بالمجموعه اللي اشتغلت فعلا على قدر تذكرك كده في المطبخ الفني في الاتحاد. ذكرني بالمجموعه اللي اشتغلت في المطبخ الفني للاتحاد واللي خط. لا يعني ما حدش ينسى دور الدكتور عبد الفتاح. ايوه الدكتور الاستاذ خالد عبد المؤمن وناس كتير حقيقه، وطبعا عفت رشاد. ايوه حمد الالقاب، الناس كلها الحقيقه يعني، وفي الفتره الحاليه علاء السيد، الناس كلها اشتغلت وبحب ما عندناش اكثر من ان احنا يعني ولاد الاتحاد بنحب اللعبه بنعشق اللعبه، هدفنا واحد تسليم السلطات. الشغل بالاستراتيجيه يعني الحقيقه في تخطيط طول عمر الاتحاد كره اليد بيخطط للمستقبل. انا الحقيقه كمان مجلس الاداره اللي كان معايا الله يرحمه بقى احمد كمال حافظ وخالد ديوان وفي ناس من اللي موجوده دلوقتي زي هشام نصر ومصطفى شوقي ومنى، الحقيقه كلهم يعني كانوا وكلام كردي، كل الناس دي اشتغلت لبعدينا مش للفتره اللي كنا فيها، والدليل ان احنا لما اشتغلنا خططنا ان احنا ناخد بطوله العالم 2021 في ظروف كانت صعبه جدا جدا. والحقيقه برضو عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه، دور الدوله ودور المهندس خالد عبد العزيز انه يجيب البطوله دي في مصر ويشارك الاتحاد في اقتناعه بالخطه العلميه اللي حطيناها على مراحل عده، سلمناها للي بعدينا اللي اجادوا الحقيقه يعني اجادوا التقييم وبنوا. الحقيقه احنا اذا كان لنا دور فاحنا الدور ورثناه عن اساتذتنا وسلمناه للي بعدنا الحمد لله. انا يعني الحقيقه لان الرياضه احيانا ما بتكونش عادله قوي في حاجه ان الناس تخطط وما تحضرش لحظه انها تجني ثمار هذا التخطيط، لكن من المنصف ان نتذكرها وان ننسب لها الفضل، لان الحقيقه مؤكد ان النجاح لم يكن نجاحا عشوائيا ولكن نتيجه عمل مؤسسي وخطه متواصله. بالتاكيد لازم يشكر الاتحاد الحالي انه استمر على النهج ده، وحنيجي برضو ان احنا نحاول نشوفهم. لكن هل مشروع العمالقه استمر يا دكتور ولا تعثر ولا رجع تاني؟
والله والله يا فندم انا لغايه ما سبت الاتحاد واعتقد لغايه دلوقتي ده مشروع قوي جدا بيخرج ناس كتير بتنضم للمنتخبات وللانديه. يعني في ناس بتقول لك المشاريع دي بتخرج للمنتخبات عدد قليل، اه بس هي بتخرج للانديه عدد كبير برضه، بيزود الاحتكاكات الداخليه اللي بيرفع مستوى الدوري، اللي بيرفع مستوى التنافس، اللي في الاخر بيعود بالانتقاء السليم على المنتخبات الوطنيه. طيب طبعا المشروع اللي عملته عمل مدى كبير جدا للفرق القوميه في مختلف المراحل السنيه، وخصوصا لما نزلنا بالمشروع للسن الصغير اعتقد ان في عدد كبير فعلا انضم، وواضح في عمليه الاختيار الاجسام والسياسات اللي عملناها سواء في العمالقه او في اختيار المنتخبات قياسات جسميه او قياسات فسيولوجيه. يعني كان في قياسات فنيه بيتم الاختيار على اساسها عشان تشوفوا هتناسب اللعبه دي، هتناسب الشخص ده او الشخص ده هيناسب اللعبه دي ويستمر ولا مش عايز كلام. كل حاجه كانت مبنيه بطريقه علميه وتطبيقيه، حتى جمعنا يعني كان معانا الاستاذ الدكتور عبد الناصر السويفي تولى الاستاذ فيسيولوجي تولى سياسات الفسيولوجيه، يعني الحقيقه كان كل المنظومه ماشيه بطريقه فيها نوع من التعاون والتآخي، خلي بالك وكله بغرض مصر فقط، غرض مصر فقط. والدليل على كده ان بعد 25 سنه الدليل على كده يا دكتور الناس مش حافظه اسامي الناس دي، طبعا وغير اللائحه علشان تدور السلطه واستمراريه تجديد الدم، وبالتالي يعني بنسلم العصايه باللي بعدينا واللي بعدينا بنسلم للي بعدينا. الحقيقه انا مبسوط ان حضرتك ذكرت اسم الكابتن علاء السيد، لان انا ارى ان الكابتن علاء السيد هو كلمه السر في الوقت الحالي بخبراته ورؤيته، والقناه كانت مستضيفاه في الفقره اللي قبلنا على طول مع الكابتن خالد العوضي، واتيح لي ان انا اتابع جزء من كلامه. لا لا ده 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 كلام علمي وموضوعي ومطمئن جدا ان الناس شغاله بالطريقه دي. الحمد لله الحقيقه البركه في اسره كره اليد كلها من جبان، ورثنا من ناس اساتذه عظام، وسلمنا لناس ماشيه بنفس الوتيره احسن كمان، عمل التقييم اللي فاتت مع واحد ضعف غلطيه وعدلت، فالحمد لله. طيب دكتور خالد، يمكن انجازنا الكبير قوي للشباب والناشئين على مستوى العالم، السؤال الطبيعي ازاي نقدر نحافظ على المستوى ده على للكبار؟ ازاي هنقدر ننقل المرحلة السنية دي للمستوى الفريق الأول ونحافظ على التفوق؟ والله أنا رأيي الشخصي يعني أرجو إن أنا مؤمن إيمان تام مهما حد اختلف معايا، المدرب الوطني والمصري هو القادر على خلق كل المعجزات اللي أنتم شايفينها، الشغل ده كله محدش يفهمني غير إن هو معمول مصري 100%. واللي يفهم نفسيه اللاعب المصري والخبرات بتاعت المدربين اللي موجودين في المجلس اللي فات والمجلس ده، خبرات لاعبين وصلوا لاعلى مستويات عالميه وحولوا طاقتهم الى عمليه تدريبيه وثقلوا نفسهم بالدراسات، وبالتالي هم قادرين على انهم يطوعوا نفسهم بحيث انهم يستمروا مع الولاد دول، لما تاخد المسؤولين والشباب واللي موجود في الدرجه الاولى في الاخر يبقى عندك ال 60 لعيب عايز تختار 20، اعتقد ان انت ممكن تحافظ عليه، لكن دور الدوله لا غنى عنه، ما حدش لعبه زي كره اليد او الالعاب الجماعيه غير كره القدم يستطيع انه يوصل للعالميه بدون دعم الدوله. الدوله يعني انا قلت لحضرتك المهندس خالد عبد العزيز وفاكر ان انا كنت فيها، يعني كان له دور كبير قوي في انجاح الاتحاد المصري وفي بطوله افريقيا 16، لان الدوله بامكانياتها المعسكرات والسفر وتذاكر السفر الغاليه والاحتكاك اللي في اوروبا لا غنى عنه اذا اردنا ان احنا نتقدم. اخر سؤال يا دكتور، لان الحقيقه كان اثير ابتدى الكلام وده اللي كنت بقول اب الفشل واباء النجاح، هل الانديه وأولياء الأمور
ليها دور، ولا المسألة ان الاعداد كان العبء الاكبر على المنتخبات وخدت اللعيبة دي يعني تقريبا صنعتها من الالف للياء؟ حقيقة فندم المنظومة متكاملة، بدون الأندية مفيش رياضة. ويمكن برضو عايز أنوه إن إحنا من النجاحات اللي عملناها إن إحنا زودنا عدد الجمالة يومية وصل لمية وشوية، لأن كل ما بتزود القاعدة كل ما بتزيد الممارسة، حتى لو في ناس بتاعت إن في أندية ضعيفة، لكن مش معنى كده إن إحنا بنبعد. فدور الأندية، الجمعية العمومية، مدربين الأندية، وأولياء الأمور اللي بيتكبدوا إن هو يغذي وينقل ويقعد في التدريب ويستحمل إن إحنا نقول لهم ما تحتاجوش التدريب خلصانة خليكوا بره. يعني الحقيقة التبعية منظومة متكاملة. أنا الحقيقة يعني معلش أقول أنا منحاز لجو كرة اليد، لأن الأندية كلها، المدربين كلها، المدربين كلها، أولياء الأمور كلهم هدفهم واحد وهو حب مصر، والنتيجة جت. يعني مش كلام إنشا، لكن دي نتيجة السنين الطويلة أوي اللي فاتت اللي توصل من 85 للنهاردة، مش لإحنا ولا اللي قبلينا، وكل مجالس الإدارات اللي فاتت اللي أدت ما هو عليها، بما فيهم الاستاذ هادي فهمي. يعني كلنا عملنا اللي علينا الحمد لله. الف مبروك لكل اسره كره اليد المصريه هذا الانجاز العالمي الكبير. دكتور خالد حموده، شكرا جزيلا لحضرتك.